هاي تروحي بزوج بنات، هاي تروحي مني سايباش ناكل دوكا ندي لهم خبز تاع الدجاج حاسبني عزوجتي عليه، بناتي راهم معايا ويحكوا كلش. عش في المقابر ونركض في المقابر. دمعة القهر والظلم التي ظرفتها خالدية وبناتها في برنامج عشت وشفت لا تزال وإلى اليوم محفورة في أذهان الجزائريين الذين تعاطفوا معها وأبكتهم الفاجعة التي عصفت بها في إحدى المقابر بمستغانم. ولأن الحزن لا يدوم مهما كان كبيرا ولأن الدنيا لا تزال بخير، فإن لخالدية موعد مع مفاجأة سارة في بلدية مازونة بغليزان أين تقدم أكبر دروس الشهامة والكرم والنبل. بعد ما مرت معنا سيدة خالدية في عدد سابق من برنامج عشت وشفت، فريقنا اليوم توجه لولاية غليزان، جينا باش نشوفوا جديد تاع سيدة خالدية. عندنا اليوم مفاجأة للمشاهدين، رايحين لدائرة مازونة اللي تبعد عن مقر الولاية بحوالي 70 كيلومتر. يلا معنا نروح نشوفوا شنو هو جديد. وصلت السيدة خالدية إلى بلدية مازونة والتقت مع فريق برنامج عشت وشفت، وهي آخر من يعلم بالمفاجأة التي تنتظرها. بخجل شديد رافقتنا السيدة في السيارة وبصوت خافت بالكاد يسمع روت لنا الأصداء التي تبعت عرض حلقتها على قناة الشروق. وصلنا إلى المكان الذي ستشهد حجاره على خير كبير من الله ومن رجال الخير الذين انتشلوها من وسط المقابر ليعيدوا لها الكرامة والعزة. بعد محاولات عديدة أقنعنا المحسن الذي تبرع للسيدة خالدية بقطعة أرض على المشاركة معنا في البرنامج ليكون قدوة يتبعها غيره، ولأن من لا يشكر العباد لا يشكر الله. احنا اليوم جينا نديرو لك سيربريز، راكي تشوفي الأرض اللي رانا فيها؟ هذه الأرض تبرع لك بها محسن اللي باش تكون إن شاء الله دارك ودار ولادك. صدقني بالله كشغل كثر خير هذا المحسن أول حاجة، وثانية حاجة الحمد لله أنا ما كنت طالبة حتى حاجة، طالبة بركة نتصرف فيها أنا وبناتي على الزوقة. شو نقولكم؟ نقولكم بارك الله فيكم أنتم وبارك الله في المحسن، وربي يحفظ له كان عنده وليداته ربي يحفظ له وليداته وربي يحفظه. هذا ما نقول، الحمد لله يا ربي على الأقل بناتي يتلايموا على الزوقة، يتلايموا على الاحتداءات، يتلايموا على كل حاجة. الحمد لله يا ربي، الحمد لله والحمد لله. وانتم تاني بارك الله فيكم، والحصة بارك الله فيها الخش عليه النهار اللي وقفت فيها لقيت حاجة تعاونوني، وهذا المحسن ما نساش خيره طول ما أنا عايشة. قد ما نرجع له ما نرجعلاش أنا حما زوج بنيات بالزنقة ومن الاحتداءات. السلام عليكم خويا. واش نقول لك خويا؟ الله يجازيك والله يعطيك دار في الجنه كيما سطرت خالديه وبناتها. زين في وجه ربي كيما كل جهه الملائكه هذوك عاوننا في وجه الله. كاينش الحلقه غاضوني البنات هي اللي عيطت لكم، عاجل البنات قلت مادام عندي الارض نسعى لحاجه خير ان شاء الله. الارض هذه اللي عطيتها لها شحال فيها من بيت؟ كيما تحب تبغي دير 150 200 كيما راه لها 150 بركات عليك. أنا دار واحدة تكفيني أنا وبنياتي الحمد لله، وهو ثاني بارك الله فيه ليسونسيال نتصر أنا وبناتي، ما نقعدش برا وما نقعدش كرايه وما نقعدش في الزنق، هذا مكان إن شاء الله. خويا دوكا نروحوا عند الموثق. إن شاء الله يكتب ربي، نروح عند الموثق نكتبوها ونديروا إجراءات ونسهلوا على ربي. نزيدوا نلقاو إن شاء الله اللي يبنيها. إن شاء الله بربي إن شاء الله كاينين الناس محسنين. ربي يجازيك خويا.